هذه المسائية من الميادين وفي عناوين نقاش الليلة. هستيريا عسكرية وأمنية إسرائيلية في الضفة الغربية بعد عملية عفرة، اجتياحات لبلدات وقرى وانتهاك لحرمة قبة الصخرة وترويج عبر المستوطنين لقتل الرئيس عباس. حان الوقت أن نأتي إلى مصالحة جدية وحقيقية من أجل لجم هذا العدوان. فتح تدعو حماس إلى المصالحة من دون شروط لمواجهة مخططات إسرائيل، وحماس تدعو إلى خطوات إيجابية تجاه غزة وتؤكد أن العدو واحد ويستهدفهما. الطلاب الفرنسيون في الشوارع وسترات الصفر تدعو إلى تحركات كبيرة السبت المقبل رفضا لسياسات ماكرون ولمحاولة احتواء الاحتجاجات على سياساته المالية. مرحبا بكم. هستيريا عسكرية أمنية إسرائيلية في الضفة الغربية بعد العملية الفدائية في عفرة قرب رام الله قبل يومين، إغارات عسكرية واجتياحات لمناطق في الضفة ولا سيما في رام الله، مصحوبة برسائل أمنية وسياسية للقيادة الفلسطينية وللمواطنين، ولعل أبرز مؤشراتها نشر صور للرئيس عباس موقعة بالدعوة إلى قتله، اجتياح للمقدسات وعلى رأسها قبة الصخرة. هل تخشى حكومة نتنياهو من انتفاضة شعبية ومسلحة في الضفة الغربية؟ يقول قادة في حركة فتح إن الأجواء شبيهة بتلك التي سبقت الانتفاضة الأولى عام 87. وسريعا يدعو القيادي محمد شتية حركة حماس عبر الميادين إلى المصالحة من دون شروط لمواجهة مخططات إسرائيل ومنها صفقة القرن. حماس ردت بتأكيد الوحدة الوطنية وبأن إسرائيل هي عدو الجميع. ما هي خيارات السلطة لمواجهة تهديد قيادتها؟ وهل بمقدور إسرائيل الذهاب بعيدا وإعادة تجربة حصار الزعيم الراحل ياسر عرفات؟ وهل تتجه الضفة الغربية فعلا إلى مرحلة مواجهة جديدة مع الاحتلال على قاعدة خيار المقاومة؟ نسأل في المسائية أيضا عن الخيارات أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد رفض المنتفضين ومعهم الأحزاب محاولات احتواء انتفاضتهم ضد سياساته المالية والاقتصادية، وما هي أبعاد إعلان حركة السترات الصفر عن التوجه لخوض انتخابات البرلمان الأوروبي، و أي أبعاد تحملها مشاركة طلاب المدارس في التحركات فيما سترات الصفر تؤكد الدعوة إلى التحرك السبت المقبل؟ فهل ستهز فرنسا ليبرالية حكم البنوك والشركات في أوروبا؟ إذن لليوم الثاني على التوالي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها واقتحاماتها عددا من مناطق الضفة الغربية بعد عملية عفرة الفدائية. قوات الاحتلال اقتحمت في الساعات الأخيرة بلدة النبي صالح ومدينة البيرة وتصدى لها المواطنون الفلسطينيون، كما قامت بمحاصرة مبنى وزارة المالية ومصادرة كاميرات مراقبة. وقد سبق ذلك انتهاك قوات الاحتلال حرمة مسجد قبة الأقصى حيث أقدمت على اقتحامه في محاولة لمنع أعمال تنظيفه. دائرة الأوقاف الإسلامية أكدت رفضها تدخل الشرطة أو مراقبة عمل القيمين، ما دفع شرطة الاحتلال للانسحاب. وفيما يشبه الهستيريا العسكرية، شنت قوات الاحتلال عمليات دهم واعتقال في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية. طاولت عشرات الفلسطينيين بحثا عن منفذي عملية عفرة. نسرين سلمي. بذريعة البحث عن منفذي عملية عفرة، تواصل إسرائيل اقتحاماتها العسكرية في أنحاء الضفة الغربية وتحديدا في محيط مدينة رام الله وقراها ومدن شمال الضفة. قوات الاحتلال اعتقلت عشرات الفلسطينيين وصادرت عشرات أشرطة التسجيل من كاميرات المراقبة من المحل والمؤسسات المختلفة على أمل التوصل إلى طرف خيط بشأن هويات منفذي العملية. في المقابل هددت السلطة الفلسطينية بإجراءات ضد إسرائيل إذا ما واصلت اقتحامها المدن الفلسطينية. يعني موضوع التنسيق الأمني هو في كل لحظة على الطاولة لاستخدامه في هذا الجانب بمستوياته المختلفة. ضد الاحتلال الإسرائيلي وضد إجراءاته. وبينما تصدى الشبان لعمليات الاقتحام الإسرائيلية، اعتصم عشرات الفلسطينيين أمام مقر وكالة الأنباء الفلسطينية وفا تنديدا باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية إياها واحتجازها طواقمها، إضافة إلى اعتقالها عددا من الصحفيين والاعتداء على آخرين.
بدأنا ننسق احنا والاتحاد الدولي والاتحاد الصحفيين العرب للخطوات التي ممكن ان نقوم بها. بعثنا برسائل الى كل منظمات الامم المتحده المعنيه بحريه الراي والتعبير وحريه الاعلام، وطالبناهم بالتدخل السريع. اعتداءات إسرائيل لم تقتصر على جيش الاحتلال، فالمستوطنون أيضا هجموا سيارات الفلسطينيين في شوارع الضفة، فيما نشروا صورا وملصقات تدعو إلى اغتيال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ما دفع القيادة الفلسطينية إلى تحميل إسرائيل المسؤولية عن حياته. اقتحامات جيش الاحتلال للمدن الفلسطينية ما هي إلا محاولة منه لتحسين صورته أمام الشارع الإسرائيلي الذي يحمله مسؤولية عدم اعتقال منفذي عمليات مقاومة عدة ضد أهداف إسرائيلية. نسرين سلمي، رام الله، الميادين. للنقاش معنا من الخليل المتحدث الرسمي باسم حركة فتح سيد أسامة القواسمي، كذلك ينضم إلينا من الطيب النائب الأمين العام لحركة فاح سيد أيمن الحاج يحيى. مرحبا بكما. وأبدأ معك سيد القواسمي، هل بدأ لديكم تقييم لهذا التصعيد الإسرائيلي؟ نعم بالتأكيد، ليس فقط تقييما وإنما معلومات واضحة لدينا أنه في السنة الأخيرة وتحديدا منذ 5/12/2017 عندما أخذ قرار ترامب باعتبار القدس الموحدة عاصمة لدولة الاحتلال، وأخذ حوالي 10 قرارات متتالية ضد الشعب الفلسطيني، وأزيحت كافة القضايا الأساسية الجوهرية عن طاولة المفاوضات وفقا للقرارات الظالمة الأمريكية الإسرائيلية وما يسمى بصفقة العار الصهيو أمريكية، ورفض الرئيس أبو مازن جملة وتفصيلا لهذه الأفكار، ومورست عليه كل الضغوطات سواء كانت السياسية سواء كانت الدبلوماسية، سواء كان إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، سواء كان اعتبار منظمة التحرير إرهابية في الكونغرس وفي البيت الأبيض، سواء كان طرد السفير، سواء كان كل الإجراءات وأيضا الإجراءات المالية والعقوبات وخصم أو إلغاء كل المساعدات للشعب الفلسطيني ومحاولة التضييق على الأونروا من قبل الدولة الأكبر في العالم. كل هذا لم يأتي نفعا مع الرئيس أبو مازن، لم يستقبل نائب الرئيس الأمريكي الرئيس أبو مازن، لم يستقبل وزير الخارجية الأمريكي، لم يستقبل مبعوثي تل أبيب عفوا أمريكا، ولا فرق بينهما بالمطلق، كوشنر وغريمبلاند الصهيونيين المتطرفين، وتحدث ما تحدث الرئيس أبو مازن عن المستوطن فريدمان. كل هذا لم يعجب الإدارة الأمريكية، وآخرها الموقف البطولي للرئيس أبو مازن عندما أعطى تعليماته بضرورة التصدي لمحاولة إدارة حماس في الأمم المتحدة، فاعتبرت الرئيس أبو مازن خطا تجاوز كل الخطوط الحمر، فأرادوا الانتقال إلى مربع آخر وهو التهديد الجسدي للرئيس أبو مازن. لم تنفع معهم التهديدات المالية ولا السياسية ولا الدبلوماسية ولا كل التهديدات، ووقف رجلا كالأسد أمام الولايات المتحدة الأمريكية، وأعتقد أنه معظم عواصم العالم لا تستطيع أن تفعل ما فعله الرئيس أبو مازن. كل عواصم العالم لا أستثني أحدا، كل حتى الدول العظمى والكبرى والصواريخ وإلى آخره لا تستطيع أن تقول لا كبيرة. هل لك أن توضح لنا ما تتفضل بطرحه، خصوصا أنك بدأت بالقول أنه لديكم معلومات؟ أكثر وهو التهديد الجسدي والمباشر للرئيس أبو مازن. نعم هذا ما يجري. قضية موضوع أن هناك عملية ويريدون مطاردة منفذ العملية، هذا تحليل سطحي لكل من يقرأ المعادلة. إسرائيل وجدت ضالتها الآن، هم لديهم مشروع له علاقة بصفقة العار، دولة فلسطين في قطاع غزة، ونحذر كل من يتعاطى مع ذلك من خلال نقل أموال أو غير نقل أموال. لذلك نحن نقول بشكل واضح أن ما يجري في منتهى الخطورة، فشلوا في تنفيذ وتمرير مشروع صفقة العار من خلال موقف الرئيس أبو مازن وحركة فتح البطولي ومنظمة التحرير في وجه الولايات المتحدة الأمريكية، ووقوفنا كالصخرة في الأمم المتحدة آخرها منذ أسبوع، وأفشلنا القرار الأمريكي المتعلق بإدانة حركة حماس، لأننا لا نقبل بالمطلق أن يوصم النضال الفلسطيني بالإرهاب، وأكلت يوم أكل الثور الأبيض. نحن مدرسة حركة فتح، مدرسة أبو مازن، مدرسة ياسر عرفات.
نعلم حدود الخلاف الداخلي ونعلم أين تكمن المعركة. هذا بالنسبة لهم تجاوز للخطوط الحمراء، فأخذوا قرارا. ما يجري في رام الله هي عملية اقتحام كاملة. اليوم أكثر من 70 مجنزرة إسرائيلية بأدوات مختلفة، والأباتشي يحلق بالجو لأي طارئ. لذلك الوضع في منتهى الخطورة. نعم. اقتحام المسجد الأقصى، اغتيال شاب في إدنا العواودة عمره 27 سنة دون ارتكاب أي ذنب، الصور المعلقة على الطرق الالتفافية الطرق الفلسطينية. نعم. بضرورة اغتيال الرئيس أبو مازن، هناك استهداف للشخص الرئيس أبو مازن. ونحن طيب. في رام الله وفي الخليل وفي فلسطين وفي نابلس ندرك تماما أن ما يجري هو استعداد لعدوان آثم، ونتوقع الأكثر. طيب، عند هذه النقطة سأقف وسأتوسع معك أيضا سيد القواسمي. ما رأيك بذلك سيد أيمن الحاج يحيى؟ ترى الأمر، ترى التصعيد الإسرائيلي بهذا الإطار هو تعبير بالطريقة التي تفضل بها سيد القواسمي، أم أنه ترجمة لفشل أمني لم تستطع إسرائيل تحديدا في الضفة في رام الله وهذه المنطقة الحيوية بالنسبة لها والخطيرة أن توقف هذه العمليات؟ مساء الخير لك ولضيفك الكريم وللأخوة والأخوات المشاهدين. بداية، الصدام حول قضية صفقة القرن مع كل من يعترض عليها هو قادم لا محالة، ولكن ما نشهده الآن ليس هو بالضبط التجسيد لهذا الصدام وطبيعته. ما نشهده الآن هو الفشل، تعبير عن الفشل الأمني على الجبهة الرابعة التي تواجه إسرائيل عليها تهديد أمني، جنوب سوريا، جنوب لبنان، جنوب فلسطين، والآن الضفة الغربية. تفاجئهم بعمليات مقاومة مستمرة من حين إلى آخر تفشل الأمن الإسرائيلي. حتى نسمي الأمور بالتسميات، التهديدات الحالية للرئيس أبو مازن هي ناتجة عن مجموعة ومنظمة مستوطنين يمينية اسمها جرح حريم طريق الحياة، هي من قامت بنشر الملصقات لتهديد حياة الرئيس والمطالبة باغتياله، وجاء ذلك من باب المزاودة على نتنياهو، لأن لديها مطلب كان ثمن عملية عفرة. هناك مطلب لهذه المجموعة وهو شرعنة باقي مستوطنة عفرة. طبعا كل المستوطنات هي غير شرعية، ولكن هناك في الضفة الغربية للتوضيح للمشاهد مستوطنات بوجهة نظر الحكومة الإسرائيلية هي شرعية لأن الحكومة أقرت إقامتها، وهناك مستوطنات غير شرعية، وأنوه مرة أخرى من وجهة نظر الحكومة الإسرائيلية، لأن أفراد ومجموعات قاموا بمبادرة ذاتية واستولوا على أراضي مواطنين وأقاموا هذه المستوطنات. 60% من مستوطنة عفرة هي أراضي لمواطنين من يبرود وسلواد، قاموا عصابات من المستوطنين بالاستيلاء عليها دون أمر من الحكومة، فهي بنظر الحكومة الإسرائيلية مستوطنات غير شرعية. كانت هناك مزاودات من اليمين على نتنياهو لابتزازه بعد الفشل الأمني، أن مقابل هذا الفشل الأمني عليك أن تعترف بمستوطنة عفرة كمستوطنة شرعية وتخصيص المزنيات اللازمة. ومن هنا جاء رفع سقف مطالب هذه المجموعة إلى المطالبة باغتيال الرئيس أبو مازن، طبعا على خلفية قضية الأسرى في الملصقات. هناك محدد لماذا، هناك ضغط كبير على الرئاسة الفلسطينية لوقف تمويل رواتب ومعاشات الأسرى وأسرهم والشهداء، وهناك يعني الحق يقال هذا موقف يشاد به صمود في هذه القضية من قبل الرئاسة الفلسطينية ومورست ضغوط كبيرة. هذا من جانب، لكن أنا أريد أن أوضح إذا كان لدي وقت بدقيقتين الوضع الأمني في إسرائيل. كبار القادة الأمنيين والإسرائيليين وخاصة منظمة ما يسمى من أجل إسرائيل، وهي عشرات ومن الجنرالات المتقاعدين، يصنفون الوضع الأمني في إسرائيل أنه أخطر وضع أمني يواجهها منذ عام 73. ولماذا؟ نظرية الأمن الإسرائيلي قائمة على الاستباق والوقاية ومنع الخطر الأمني قبل أن يحصل. إذا كانت هناك دولة تخطط على سبيل المثال لإنشاء مشروع نووي، أنت تقتل العلماء وتقتل المفاعل قبل أن ينشأ. يجب أن لا تصل إلى وضع هناك مشكلة، يجب أن تحلها قبل أن تحدث. بنظر نتنياهو وصل في 4 جبهات إلى وضع لم ينجح باستباق الخطر هناك، وصل إلى وضع لا يمكن حله إلا بحرب في سوريا، في لبنان، في غزة، والآن في الضفة، حيث حذروا مئات المرات أن هناك نار تحت الرماد. إغلاق الأفق السياسي واستيحاش الاحتلال وإهانة السلطة مئات المرات وعشرات المرات سيفجر وضع
في وجوهنا، وهذا ما يحدث الآن. فشل أمني، فشل سياسي، ترتد عمليات مقاومة مستمرة، تفشل إسرائيل في قمعها رغم كل الإجراءات على كافة المستويات الأمنية والعسكرية والمالية والاقتصادية، حيث لفترة معينة ارتكزوا واطمأنوا واعتقدوا أن الضفة نائمة هادئة، ولكنها تفاجئهم بعمليات نوعية يخفق مجددا في ضبطها. عملية أوكرا ما يميزها أنها منطقة أمنية محروسة بشكل مخيف، بشكل يعني. وهنا خشية سيد أيمن حاج يحيى، هناك خشية من محاكاة لمثل هكذا عمليات، وخصوصا لأنه ذلك الاختراق الذي كنت تتحدث عنه في عملية عفرة. سنعود للنقاش وبطبيعة الحال سأعود إليك سيد القواسمي، ولكن في ضوء ما كنت تفضل به التقرير المقبل أيضا للزميلة منال إسماعيل، يعطينا لمحة كيف تعاملت إسرائيل مع هذه العمليات وأيضا تداعياتها على ما تعتبره أمنها. عملية إطلاق النار الأخيرة بالقرب من مستوطنة عفرة أعادت التذكير بعملية إطلاق النار الناجحة التي نفذت قبل شهرين في المنطقة الصناعية بركان، وأثارت الخشية من تصاعد وتيرة العمليات الفلسطينية في الضفة الغربية. هذه عمليات قاسية، وربما هي إحدى أقصى العمليات التي خبرناها في الفترة الأخيرة في الضفة الغربية. القلق الإسرائيلي يتركز بحسب مصادر عسكرية على النجاح المتصاعد للعمليات في تحقيق أهداف نوعية ونقل ساحة النشاط من قطاع غزة إلى الضفة الغربية. كل عملية لا ننجح فيها بالقبض على المنفذ كما حصل في عملية بركان سابقا وعفر اليوم، فإن هذا يخلق نوعا من الشعور بالرغبة في تنفيذ عمليات أخرى كهذه. عملية عفرة تدل برأي مراقبين على جرأة غير عادية، وتعكس مدى تضرر الأمن لدى المستوطنين، ووفقا لهم تشير أيضا إلى حصول تطور في نوع العمليات في الضفة الغربية، ولا سيما لجهة طريقة التنفيذ والسلاح المستخدم في العملية. السلاح المستخدم في عملية عفرة هو سلاح تقني غير بدائي وباهظ الثمن، كما أنه نادر نسبيا في الضفة الغربية، وهذا يقودنا بأرجحية كبيرة إلى أنه يجري الحديث عن مجموعة مدربة ومهنية وحصلت على توجيه من أعلى. وفيما تشير المعطيات التي تقدمها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إلى ارتفاع جوهري في حجم العمليات الفلسطينية، قال مراقبون إنه ما من تعامل جدي مع التهديد المتنامي في الضفة الغربية، وإن أحدا ما في القيادة السياسية لديه مصلحة في إبعاد هذا التهديد عن دائرة الضوء، لتبقى عيون الإسرائيليين شاخصة إلى غزة وآذانهم مصغية لما يجري في سوريا ولبنان. العودة إليك سيد القواسم، انطلاقا من تقرير الزميلة منال إسماعيل وما تفضلت به ببداية مداخلتك، ما نقل أيضا عن الرئاسة بأنه في تلويح باتخاذ قرارات مصيرية عقب اقتحام الاحتلال لرام الله، والسيد نبيل شعث أيضا قال كل القرارات مفتوحة أمام القيادة ردا على تصعيد الاحتلال ومستوطنيه. نحن نتحدث عن أي خيارات وأي احتمالات، وكيف يساعد أيضا القيادة الفلسطينية هذا الجو الموجود في الضفة انطلاقا من هذه العمليات، أو حتى الأجواء التي قال بعض قيادي فاتح بأنها تشبه أيضا الأجواء التي سبقت الانتفاضة الأولى؟ مع احترامي وتقديري لضيفك الكريم الذي لا أختلف مع حديثه بالمطلق، ولكن هذه الأسباب المباشرة الظاهرة، ولكن دعني أؤكد، وكأن الضفة الغربية طيلة السنوات الماضية في رحلة ترفيهية، المقاومة لم تتوقف في الضفة الفلسطينية، وأرفض تماما ما أتى في بداية تقريركم، هل سنواجه إسرائيل على قاعدة المقاومة؟ نحن المقاومة، نحن الذين صمدنا في الخان الأحمر وأفشلنا المشروع الإسرائيلي، نحن الموجودين في كفر قدوم، ونحن موجودين في القدس الذين صلينا وأفشلنا التغيير الزماني والمكاني. الشغلة مش فقط يعني عملية خطاب عالي المستوى وصياح على الفضائيات، القضية تعلم أين هي المعركة، المعركة الحقيقية في القدس وليس في مكان آخر. انظروا ما يجري في القدس بحق أبناء حركة فتح، بحق المحافظ، بحق كل ما له علاقة بالمقاومة الحقيقية. انظروا المقاومة في الخان الأحمر ل180 يوم أفشلنا السيطرة وقلع الناس،
هذه كل القضايا لم تتوقف حتى بعد العمليات كانت تحدث من الحين إلى الآخر. هذه ليست العملية الأولى ولم تكون الأخيرة بالمطلق، لأن شعب تحت الاحتلال ظلم نظام أبارتايد. الحقيقة أن هناك قرارا سياسيا إسرائيليا اتخذ من كل هذه الإجراءات العملية التي حدثت منذ يومين حجة لتنفيذ هذا المخطط الذي إسرائيل وأمريكا جنت جنونها بعد إفشال المشروع الأمريكي. إذا ما علمنا جميعا أن الإدارة الأمريكية وإسرائيل بذلوا جهودا مضنية عبر الهواتف والاتصالات من أجل إنجاح هذا المشروع الذي المتعلق بإدانة حركة حماس، من الذي وقف أمام هذا المشروع؟ الرئيس أبو مازن. لذلك علينا أن ندرك أن هناك قرارا سياسيا لترقيع الرئيس ومحاولة تهديده جسديا، وأنا مش بحلل، أنا بحكي عن معلومات. طب ماذا عن الخيارات والخطوات المقبلة ردا على ذلك؟ استهداف الرئيس أبو مازن على غرار ما جرى مع ياسر عرفات، وإن كنا من المبكر الحديث عن كافة الإجراءات، ولكن نعم، أولا القيادة الفلسطينية في حالة اجتماع متواصل، ولدينا الكثير من الخيارات، من ضمن هذه الخيارات خيارات الاستمرار في هبة شعبية متواصلة، الاستمرار في الصمود. أننا أولا سياسيا لم نتراجع عن رفضنا لصفقة العار، هذا ردنا الأول. إذا كانوا يستهدفوا الرئيس أبو مازن فنحن نؤكد أن الشعب الفلسطيني كله يلتف حول الرئيس أبو مازن، وأننا نرفض ونبعث برسالة إلى تل أبيب وإلى واشنطن، لو حاصرت كل الشعب الفلسطيني لن نتراجع قيد أنملة عن موقفنا السياسي الرافض لإزاحة القدس، الرافض لإعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني بأنه 40,000 لاجئ. لن نشترى ولن نباع لا بالمال ولا بالدولار ولا بالسولار، فلتفهم أمريكا جيدا أننا أصحاب قرار وطني فلسطيني مستقل، وأننا لن نركع أمام كل التهديدات والمتوقع أن يحدث. لن نفتح حوارا بمعنى كلمة مفاوضات لا مع أمريكا ولا مع كوشنر إلا إذا تم الرجوع عن القرار. القدس هي عنوان الصراع، أرض المحشر والمنشر، ولا سلام بدونه. هذا أولا. ثانيا نحن ندعو الجميع، الدول العربية، ندعو مصر، ندعو الأردن، ندعو السعودية، ندعو جميع الدول بضرورة اتخاذ الإجراءات لحماية الشعب الفلسطيني والتحرك على كافة المستويات. نحن نقف في الخندق الأول وسنبقى صامدين ولن نتراجع. طيب. لا سياسيا ولا شعبيا، ولكن دعني أؤكد أن هذه الإجراءات الإسرائيلية ولا نخشى بأن نقولها ستقلب الأوراق تماما إذا ما استمرت هذه الإجراءات العدوانية على طيب شعب الفلسطيني. بكل الأحوال كيف ستقلب الأوضاع؟ لكن اسمح لي أيضا أن أنتقل السيد أيمن الحاج يحيى وأشير إلى أن هناك فارق زمني كبير بينما أتحدث وصل الكلام للسيد القواسمي ضيفنا من الخليل. ما رأيك بذلك السيد أيمن الحاج يحيى؟ وكان أيضا قائد المنطقة الوسطى السابق في جيش الاحتلال اعتبر قبل يومين الضفة الغربية هي الجبهة الأخطر من الجبهات الثلاث الأخرى، وهو يقصد فيها سوريا ولبنان غزة، على أمن ووجود المشروع، يعني مشروع الدولة الإسرائيلية الذي تحاول تقديمه. نحن أمام بالفعل تصعيد مفتوح يمكن أن تذهب فيه إسرائيل في الضفة الغربية، أم أنه سيكون مضبوط الإيقاع وفيه رسائل ضغط أيضا وتهديد كما تفضل السيد القواسمي؟ بالتأكيد الضفة الغربية هي أخطر وأصعب جبهة على الاحتلال، هذا أكيد. بالتأكيد الضفة الغربية لم تكن ناعمة، ويوميا هناك مواجهات وأحداث، وهذا أنا ما قلته، ولكني قلت أن الاحتلال يعتقد أن الضفة ناعمة، بينما في الحقيقة هناك نار تحت الرمال، حتى نصحح ما بدر عن الأخ. الضفة الغربية خطورتها لثلاث أسباب من جهة طبعا الاحتلال. السبب الأول أن عدد النقاط التي يمكن أن تستهدف هو بالمئات، كل مستوطنة، كل موقف باص، كل زاوية تواجد بها جنود هو هدف يجب حمايته، فبالتالي هم بحالة حماية الحماية وحماية الحماية. المسألة تتسع إلى حوالي 150 نقطة استيطانية وعسكرية في الضفة الغربية، وكل نقطة لديها تفرعاتها، فبالتالي بنك الأهداف لدى الشعب الفلسطيني والمقاومة هو واسع جدا. السالفة الخطيرة من وجهة نظر الاحتلال أن الضفة الغربية متداخلة مع الداخل، بمعنى سهولة انتقال أو دعنا نقول عدم استحالة انتقال المقاومة من المناطق المحتلة عام 67 إلى المناطق المحتلة عام 48
كما حصل في الانتفاضة الثانية. المسألة ستكون تحدي كبير للاحتلال إذا حدثت أو إذا انطلقت، لكن الاحتلال يعتقد، كان يعتقد أنه وصل إلى مرحلة من الهدوء النسبي في الضفة الغربية الذي يستطيع التعايش معه. المسألة أتت أن هذه العمليات الأخيرة قوضت هذه النظرية، أن ليس هناك مستوى تستطيع أن تتعايش معه، ممكن أن تتطور العمليات وتفاجئك في أمكنة ومواقع لا تحتسبها ولا تتوقعها، وستفشل أمنيا في حمايتها كما حدث في عدة عمليات. عمليات برقان التي تحدثنا عنها سابقا قبل عدة أشهر هي كانت مثال لماذا هي خطيرة، ليس فقط لمقتل المستوطنين وعدم إلقاء القبض على الفاعل أو إلى آخره، في الحقيقة أن هذه المستوطنة أقيمت مصانع على أراضي عربية تم الاستيلاء عليها، وتم تشغيل المواطنين العرب أصحاب هذه الأرض في هذه المصانع على أراضي المستوطنات، وكانت مثال من وجهة نظر الاحتلال لإمكانية التعايش بين المحتل والخاضعين للاحتلال وكسب رزقهم وتنتهي الأمور بسلام اقتصادي ولا آخره. فجاءت هذه العملية قوضت هذه النظرية السياسية التي كانت قائمة على نظرية السلام الاقتصادي اللي هي رؤية نتنياهو للتعامل مع الضفة الغربية، وهذا ما قلته في الشق الأول من حديثي، أن نتنياهو كان يعتقد أن السلام الاقتصادي مع قبضة أمنية قوية كفيلة بترويض الضفة الغربية، وحذر عدة خبراء أمنيين إسرائيليين أن هذا غير كافي، هذا وهم، الضفة ستفاجئنا كما فاجأتنا في الانتفاضة الثانية وفي الانتفاضة الأولى، وفعلا بوادر هذه المفاجآت نلمسها الآن. خصوصا نتحدث عن يعني في خصوصية للعمليتين، إن كان بالنسبة لعملية بركان أو حتى بالنسبة لعفرة، نتحدث عن يعني عن المنفذين للعملية لم تستطع إسرائيل أن تلقي القبض عليهم، وهذا نموذج تخاف منه إسرائيل مثل محاكاة هكذا عمليات في هذه المناطق يعني التي تكتسي هذه الأهمية الأمنية من نظر إسرائيل. لإعطاء المشاهد مزيدا من المعلومات إسرائيلية، يوميا هناك عشرات لا أبالغ أقول عشرات عمليات الصدام والاحتكاك مع الاحتلال والمستوطنين بمختلف مستويات المقاومة، من الزجاجات الحارقة إلى القنابل المصنعة يدويا إلى السكاكين إلى محاولات الدم. العمليات التي تلقى نجاح، دائما نقول نجاح أمني أو عسكري بارز، تظهر إلى الصف، لكن يوميا هناك مواجهات وإحباط. أعتقد أن متوسط عدد الاعتقالات في الليلة في الضفة الغربية هو 30 معتقل في الليلة، كل أسبوع هناك حوالي 200 اعتقال، في الشهر هناك حوالي 1000 اعتقال في الشهر، عدا عن عمليات الاستدعاء وهدم البيوت وإلى آخره. ليس تقريبا هناك شارع في الضفة الغربية لم يرتفع. وربما نموذج المقاوم الناجح الذي استطاع أن يقدم ببركان وعفرة يعني أن يتجاوز كل القدرات الإسرائيلية الأمنية والتكنولوجية، هذا يسجل أيضا مفخرة بالنسبة لهؤلاء الشباب ويعطيهم دعم. لكن هل يمكن أن يتم التعامل مع أي من السيناريوهات التي قد تذهب بها إسرائيل من دون أن نتحدث عن يعني لحمة البيت الفلسطيني؟ سنعرض هذه الصوتية لو سمحت سيد أيمن الحاج يحيى وأيضا سيد أسامة القواسمي لعضو اللجنة المركزية في حركة فتح محمد شتية، شبه المرحلة الحالية بما سبق انتفاضة عام 87، وفي اتصال مع الميادين دعا شتية حركة حماس إلى مصالحة جدية وحقيقية من أجل لجم الاعتداءات الإسرائيلية. هذه المناسبة اللي أنا بقول فيها لحركة حماس، حان الوقت اليوم، الاعتداء على غزة، الاعتداء الضفي، تهديد الرئيس بشخصه، تهديدنا جميعا، حان الوقت أن نأتي إلى مصالحة جدية وحقيقية من أجل لجم هذا العدوان عن أهلنا في غزة وفي الضفة وفي كل مكان. يعني هل نعتبرها دعوة رسمية؟ نعم، هذه أنا بوجه دعوة لحركة حماس أن تأتي إلى المصالحة وأن تضع كل ما هو شروط وغير ذلك، أن تأتي إلى مصالحة جدية وحقيقية، لأنه بصراحة إحنا مقدمين على خطوات صعبة جدا. المزاج الشعبي هو مزاج متفجر، الاعتداءات الإسرائيلية لم تعد محمولة، وشعبنا الذي ناضل منذ 100 سنة هو سيبقى صامد على أرضه، وسيبقى على هذه الأرض يدافع عنها، وسيبقى على هذه الأرض يحميها، لأنه هاي مشروعنا الوطني. إحنا أصحاب حق وأصحاب قضية.
القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان أكد حرص الحركة على الوحدة الوطنية داعيا حركة فتح إلى اتخاذ خطوات عملية بينها رفع العقوبات عن غزة. رضوان في اتصال مع الميادين قال إن الاحتلال ماض بسياسة تهويد القدس والضفة الغربية واستهداف عوامل الصمود، مشيرا إلى أن الاحتلال لا يفرق بين حماس وفتح. نحن نعتبر بأن الكل مستهدف، المشروع الوطني مستهدف، والاحتلال لا يفرق بين فتح ولا حماس، وبالتالي المطلوب اليوم هو توحيد الشعب الفلسطيني، تحقيق هذه الوحدة الوطنية واستعادة الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، هو الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال وعلى كل المشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية، والرد على هذا الاحتلال المجرم، والتأكيد على حقنا الثابت بفلسطين، كل فلسطين، هذا إذا ما توحد الشعب الفلسطيني. ما رأيك بذلك سيد القواسمي، تحديدا ما تفضل به القيادي في حركة حماس، وأنت قلت في بداية أيضا أو من ضمن ما قلت في ما تفضلت بطرحه بأنه لا إسرائيل لديها القدرة، أو إذا ما ذهبت بعيدا الأمر سينقلب عليها أيا كان الخيارات أو التطورات أو القرارات أو الإجراءات الإسرائيلية، هل يمكن أن يكون هناك قدرة على المواجهة من دون تحقيق مصالحة فعلية؟ في 2014 عندما كان هناك عدوانا إسرائيليا على حركة حماس وعلى شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، نحن لم ندعو أحد لا للذهاب للمصالحة ولا القدوم للمصالحة، مع أنني أثني وأوافق على ما تحدث به الأخ محمد شتية تماما، ولكن دعني حتى أوضح للمشاهد الفرق. نحن في الميدان ذهبنا في غزة بإمكانياتنا المتواضعة، وفي الضفة نزل أبناء حركة فتح في كل الضفة الفلسطينية رفضا للعدوان، وخرجنا ورفضنا كل محاولة دق الأسفين، لأننا ندرك تماما مواطن القتال، وندرك أن للخلافات الداخلية حدود، ولا يمكن لنا أن نقبل أن يكون هناك صواريخ على أطفالنا في قطاع غزة وإحنا ندعو حماس للوحدة الوطنية. انزلنا على الشارع مباشرة واستشهد 37 فلسطيني في الضفة الفلسطينية، وحركة فتح في غزة فعلت ما تستطيع بإمكانياتها المحدودة. منذ أسبوع عندما كان هناك عدوان أمريكي إسرائيلي على حركة حماس، لم نستأذن ولم ندعو حماس للوحدة الوطنية، بل الرئيس أبو مازن أعطى تعليماته المباشرة لكافة أجهزته ولكافة سفرائه ولوزارة الخارجية بالعمل يعني بأقصى سرعة ممكنة من أجل إنقاذ الوضع، ولا يمكن أن نقبل أن توسم حركة حماس بالإرهاب. لذلك الدعوة بأن يتم رفع العقوبات، لا أعتقد أن هذا هو الموقف المطلوب من حركة حماس. المطلوب هو عدم التعاطي لا من قريب ولا من بعيد مع أي شيء أو شبهة لها علاقة بصفقة القرن، لها علاقة بالنزول إلى الشارع رفضا لصفقة القرن، لها علاقة الآن بالتوجه للوحدة الوطنية. نعم، نحن أقوى إذا ذهبنا إلى وحدة وطنية، و أكلت يوم أكل الثور الأبيض. لذلك أنا أؤكد على ما تحدث به أخي محمد شتية بضرورة طي صفحة الانقسام بشكل كامل والذهاب إلى وحدة وطنية بشكل كامل. أنا الآن لا أسمعك ولأعطي المجال للآخر حتى أصلح الوضع. شكرا لهذا التفاهم أيضا الفني والتقني سيد القواسمي، إلى حين إعادة أيضا سماعة الأذن إلى مكانها حتى تستطيع أن تسمعني وأيضا تسمع سيد أيمن الحاج يحيى. سيد أيمن الحاج يحيى، ما رأيك بهذا الطرح ونحن مقبلون على ماذا؟ ما الذي قد نشاهده في الضفة الغربية انطلاقا من كل المعطيات التي كنا نناقشها؟ أنا قضية المصالحة والانقسام هو جرح نازف مستمر منذ عدة سنوات لدى الشعب الفلسطيني، وأشبع تحليلا وحديثا، والجميع تحدث عن أهمية الوحدة الوطنية، وأصبح يعني الموضوع سوف حقه في الشرح، ليس لنا حاجة في شرحه. ولكن الآن المسألة أصبحت أن عدم وجود وحدة وطنية خطيرة على قضية استمرار وجود القضية الفلسطينية، وهنا أربط ذلك في قضية صفقة العصر. مسألة الانقسام الموجود الآن ستستخدم كرافعة لتمرير صفقة القرن. أنا لدي قناعة أن الطرفين لا حماس ولا فتح سيوافقوا على صفقة القرن، مستحيل أن يوافقوا، هؤلاء يمثلوا 70% من الشعب الفلسطيني، فلذلك أنا أقول مستحيل أن يوافقوا،
فتح وحماس مع بعض يمثلون أغلبية الشعب الفلسطيني، لا أعرف النسبة بدقة 60-70%، لكن كيف الطريق إلى تحقيق الوحدة الوطنية؟ ليس لدي لا أنا ولا غالبية الشعب الفلسطيني رؤية لتحقيق ذلك بعد ما مررنا، ذهبنا إلى السعودية وإلى قطر وإلى سوريا وإلى مصر وإلى كل مكان، وحول الكعبة وقبل الكعبة وجولات ومفاوضات مباشرة، لا نستطيع أن نعرف كشعب. الآن نتحدث كابن الشعب الفلسطيني، لماذا لا تتحقق الوحدة الوطنية بينما يجمع كافة الأطراف؟ والحديث الذي سمعناه الآن من الطرفين جميل، إذا كان الطرفين يجمعان على قضية الوحدة الوطنية ما هو العائق؟ العوائق هي تتعلق بصراع وهمي على سلطة وهمية. عندما يقتنع الطرفين أن هذه السلطة وهمية وبعض الامتيازات هي زائلة، أعتقد أن الطريق ستصبح أكثر للوحدة الوطنية. ما قيل عن الذهاب إلى وحدة وطنية دون قيود وشروط هو خطوة إيجابية للطرفين ليس لطرف واحد، هم مدعوون من قبل الشعب الفلسطيني كله لتحقيقها الآن، لأننا الآن أمام يعني العد التنازلي بدأ بصفقة القرن، يبدو الحديث أنها ستطرح في بدايات الربيع القادم. إذا لم تكن هناك جبهة فلسطينية موحدة يلتف حولها جبهة عربية وأحرار العالم، لن نستطيع للتصدي لهذا البلدوزر القادم علينا. لذلك أصبحت قضية الوحدة الوطنية خطر وجودي علينا، إذ لم تتحقق وسيحاسب التاريخ كل من هو مسؤول عن عدم تحقيق الوحدة الوطنية، والجميع يسأل ما هو العائق. أنا لا أريد أن أسمع نقاشا بين مؤيد لفتح أو مؤيد لحماس وكل طرف يحاول أن يظهر أن الطرف الآخر هو المسؤول. الآن اللحظة تتطلب لحظة تضحية وبلوغ من الجميع، وحتى يعني أن يتحمل على نفسه حتى لو لم يكن هو المذنب، للطرفين الحديث والتقدم نحو إحقاق الوحدة الوطنية على قاعدة الحفاظ على الحقوق الوطنية الفلسطينية، حق الشعب الفلسطيني وواجبه في مقاومة ورد الاحتلال، حقوقه الثابتة، العودة، القدس، قلع الاستيطان، كل هذه القضايا غير قابلة للنقاش، إعادة إحياء منظمة التحرير، الجميع متفق على هذه النقاط. لكن لماذا لا تتحقق الوحدة الوطنية؟ هذا سؤال يسأله كل الشعب الفلسطيني، وسنقف عنده لأن هذا ما سمح به الوقت. سيد أيمن الحاج يحيى نائب الأمين العام لحركة كفاح، كنت معنا من الطيبة، شكرا جزيلا لك، وأشكرك أيضا وأعتذر منك سيد أسامة القواسم المتحدث الرسمي باسم حركة فتح، كنت معنا من الخليل، هذا ما سمح به الوقت المخصص لهذا الملف. فاصل قصير ونواصل المسائية. أهلا بكم الجديد في المسائية من الميادين. بعد أقل من يوم على خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لاحتواء الاحتجاجات الشعبية، تظاهر الطلاب نحو 120 ثانوية فرنسية اليوم احتجاجا على سياساته التعليمية. وبحسب وزارة التربية أدت الاحتجاجات الطلابية إلى تعطيل الدراسة كليا أو جزئيا في تلك المدارس. أدعت نقابات طلابية إلى زيادة وتيرة المظاهرات التي يقوم بها طلاب من عدة مدن. يأتي ذلك في وقت رفضت فيه حركة سترة الصفر خطاب ماكرون وصفة إياه بغير المقنع. هذا وقال عضو في الحركة أنه يجري التحضير للمشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي. نحن بصدد تنظيم صفوفنا وقدمنا لائحة للمشاركة في انتخابات الاتحاد الأوروبي. حتى في غياب ممثلين رسميين لنا حتى الآن سيكون ذلك بطريقة آلية. فنحن نريد استثمار المجال السياسي، ونريد توجيه رسالة إلى البرلمانيين والوزراء بأن يتوقفوا عن الاعتقاد بأن من يعيشون الحياة العادية لا يفهمون شيئاً. 13 دقيقة وزيادة للأجور بمقدار 100 يورو وتعليق للأزمة على جدران 40 سنة خلت. ذاك ما تمخض عنه خطاب الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون من بعد أسابيع الاحتجاجات الأربعة لأصحاب السترات الصفر، معلنا حالة الطوارئ الاقتصادية والاجتماعية. لم يكن مقنعا لأصحاب السترات الصفر، ويبدو أن الحركة ستستمر وفق ما ينوون برغم إعلانه إلغاء الضريبة على معاشات التقاعد، إضافة إلى إلغاء الضريبة على ساعات العمل الإضافية وتقديم منحة للأسر المعوزة. خطاب الرئيس الفرنسي لم يكن واضحا. زيادة 100 يورو على الحد الأدنى للأجور هي زيادة غير مجدية، فإذا اقتطعت منها الضرائب سيتبقى منها 80 يورو فقط.
هناك 8 أشخاص في هذه الغرفة يستمعون للخطاب، ولا أحد تأثر بخطاب هذا الرئيس. ما أخشاه هو أن بعض سترات الصفر ترضى بالإجراءات الجديدة وتسعد بزيادة 100 يورو للحد الأدنى من الأجور، إلا أن هذا غير كاف. لن نتوقف عن الاحتجاج وسأواصل شخصيا تظاهراتي في الشارع. المعارضة كانت بالمرصاد للحركة ولرد فعل الرئيس عليها. رئيس حزب فرنسا الأبية جون لوك ميلانشون وصف خطاب ماكرون بالعبثي، داعيا إلى جعل الفصل الخامس مما وصفه بثورة المواطنين السبت المقبل مناسبة للتعبئة الحاشدة. ما قاله إيمانويل ماكرون هذه الليلة حول النوايا الطيبة والمشاعر التي يكنها للشعب الفرنسي لا ينسجم على الإطلاق مع السياسة التي انتهجها والموازنة التي اقترحها. يجب الاختيار بين مواصلة السياسة التي تقوم على إعطاء الأغنياء الفقراء بالقطارة أو وضع موازنة تنطلق من الحاجات المعروفة للشعب ومن ضرورة الاستثمار البيئي. رئيسة التجمع الوطني مارين لوبان قالت إن ماكرون يتراجع لكي يقفز على نحو أفضل. في المحيط الأوروبي للأزمة، أعلنت بروكسل أنها ستدرس بعناية كيف ستنعكس وعود ماكرون على الميزانية الفرنسية. معنا من باريس الباحث في الشؤون الفرنسية السيد أنطوان شاربانتيه، مرحبا بكم. استطلاعات الرأي كما نقلت وسائل الإعلام الفرنسية وتحديدا لفيجارو تتحدث عن أنه 89% من الفرنسيين تابعوا خطاب الرئيس، حوالي 60% لم يعجبهم أداء الرئيس، ولكن الغالبية وافقت على الإجراءات التي اتخذها. كيف يمكن تفسير ذلك؟ يعني اليوم خطاب الرئيس ماكرون البارحة لم يكن مقنع، لكن هو قد يرضي يعني بعض الفرنسيين، وخصوصا بما آل عليه الحراك الشعبي وحراك السترات الصفراء والحالة التي وصلنا إليها في فرنسا وحركة المشاغبين والعصابات التي تسرح وتمرح في الشوارع، والذي أخذوا الحراك والمطالب المحقة والنزيهة للشعب الفرنسي إلى مكان آخر، فأخذوها إلى الصراع حول السلطة وإلى صراع ما بين فئات من السياسيين يعني الفرنسيين والشعب الفرنسي ضد شخص ماكرون وضد حكمه يعني وسياسته. ومن هذا المنطلق يعني هو رمى البارحة الفتات للشعب الفرنسي، والأغلبية الشعب الفرنسي ليس لها خيار إلا أن تأخذ الفتات الذي رماه الرئيس ماكرون أو تتفاقم الحالة أكثر وأكثر ويكون هناك انفجار نوعا ما في فرنسا، وقد تؤدي هذه الحالة إلى تداعيات سلبية ووخيمة على فرنسا وعلى المجتمع الفرنسي. لكن سيد أنطوان، ما نتلمسه أن هناك رفض يعني الرئيس الفرنسي لما يمثله من سياسات، ولا يوجد التقاء حتى يعني مع السياسيين الفرنسيين يمينا كانوا أو يسارا بالنسبة لسترات الصفر، وكأنه في نوع من الاستياء من يعني المؤسسات، العمل المؤسسة إن كان بأحزابها وبأدائها كله، وهذا ينسحب على ما يبدو على الدول الأوروبية. هذا ما تعبر عنه سترات الصفر أم لا؟ لا أعتقد أن السترات الصفراء تعبر عن هذا، لكن أتفق معك أن هناك انحطاط سياسي وأخلاقي من جهة الحكام في فرنسا وفي أوروبا بشكل عام، وهناك شرخ ما بين الشعوب وما بين حكامهم، فالحكام لا يفهمون الشعوب والشعوب لا تفهم الحكام، وهذه مشكلة ثقة وانحطاط، وهو انحطاط يعني يتعمم ليس فقط على السياسة لكن على كل يعني مجالات المجتمع، وهذه مشكلة كبيرة اليوم، وما يؤدي الى تضاربات يعني ما بين فئات الشعب الواحد وبين الشعب والحكام. لكن لا اعتقد ان السترات الصفراء هم في هذا الوعي، يعني لانهم هم يعني نتيجة وهم يعني قسم من هذه الشعوب ومن هذه الحكام،
وهم ايضا يعني هل هنا نحن نتحدث عن وعي سياسي ام عن نتيجه؟ سنناقش هذه النقطه. تمثلت وتمظهرت بحاله السترات الصفر في هذا الواقع السياسي الذي نرصده من فرنسا وربما نتسع به باوروبا، ولكن نعرض هذا التقرير لزميله غراسيا بيطار لتتحدث انه في المشهد الفرنسي تزداد علامات الاستفهام حول مصير ايمانويل ماكرون كرئيس لفرنسا، وتساؤلات تبدا من باريس ولا تنتهي في كل اوروبا. بين من يرى أن فرنسا تعيش حالة من الشعبوية ومن يجزم أنها انقسمت إلى قسمين لا ثالث لهما، هما السواد والصفرة، ومن لا يرى في كل ما يحصل غير فشة خلق لن تدوم أكثر من سبت خامس إضافي، لابد من ملاحظة انعدام الثقة بين الرئيس الفرنسي وشعبه. فإيمانويل ماكرون لم يلتقط أو ربما لا يريد أن يلتقط إشارة الناس، خاطبهم بكل شيء إلا فيما يطالبون به، أطلق وعوداً غير محددة لا في موعد التطبيق ولا في الكيفية ولا في التمويل، والأهم لم يرشق أصحاب الثروات الكبرى أساس افتراش الناس الشوارع ولو بوردة. رفض الغاضبون الصفر عروض رئيسهم، لم يعد خفض أسعار الوقود أو تحسين القدرة الشرائية من أبرز مطالبهم، رأس ماكرون بات هو المطلوب. سياسة رئيس الأثرياء كما يصفونه هي التي يجب تغييرها، وهذا سيكون عنوان السبت الخامس للاحتجاجات. ضاقت الأبواب أمام الرئيس الشاب، هل يلجأ إلى تغيير حكومي أو ربما إلى حل البرلمان؟ وهل يملك أصلاً خيارات تلبي الناس وطموحاته بالاستمرار في الرئاسة على حد سواء؟ الثابت أن أصحاب السترات الصفر قرروا استباق الرئيس عبر محاصرته أوروبياً، وها هم يعلنون عزمهم على تأليف لائحة لخوض انتخابات الاتحاد الأوروبي، وهذا ما يؤشر إلى استكمال محاصرة ماكرون من الداخل إلى الخارج عبر تعرية مشروع قائم على إنهاء ما يسمى الدولة الراعية. في المؤتمر الذي ترجلت فيه أنجيلا ميركل عن رئاسة حزبها بعد 18 عاماً، طرح الكثير من علامات الاستفهام حول القلق الذي بدأ يأكل القارة العجوز لناحية ما سماه بعض المشاركين بالصعوبات الخطرة التي تمر بها فرنسا، صعوبات تترقبها باهتمام بالغ الصحافة الأوروبية التي تتحدث كبرياتها في كل من سويسرا وألمانيا وبلجيكا وإسبانيا عما سمته كابوس ماكرون والتمدد الأصفر. حول هذه النقطة أعود إليك سيد أنطوان، ما الذي قد يحدده يوم السبت المقبل؟ نتحدث عن شعبية ماكرون، إجراءاته، عن مسار سترات الصفر، أم عن مصير رئاسة إيمانويل ماكرون؟ أعتقد بصراحة من وجهة نظري أعتقد أن أولاً ماكرون ليس بجعبته أكثر مما قاله البارحة، فهو لا يستطيع حل المشكلة من جذورها، وهو يعني مشارك في المشكلة وسياسته يعني جعلت المشكلة تتفاقم. أما بالنسبة إلى السترات الصفراء فأعتقد أن هذه الحركة انتهت، وكما أتى في الروبورتاج فنحن وصلنا إلى صلب الموضوع، وصلب الموضوع هو المعركة حول السلطة، وليست يعني بدأت بحراك شعبي حول متطلبات المعيشة وغلاء المحروقات، لكن استغلت هذه الحركة، والبرهان أن هناك 80% من الشعب الفرنسي خرج من الشارع، وبقي من بقي المناصرين اليمين المتطرف واليسار المتطرف وبعض المشاغبين، وأصبحت المعركة حول السلطة، وأصبحت المعركة هي شخص ماكرون ومن سيحل محل ماكرون وكيف سنقلب الطاولة على رأس ماكرون، ونسوا كل يعني طلبات المحقة والنزيهة للشعب الفرنسي الذي هي نتيجة. لكن المشكلة سيد أنطوان أنه ربما هذا محاولة التعبير بأنه لا توجد أهلية في مكان من يصل إلى السلطة، هذا ما يعبر عنه ربما الحديث عن انتخابات البرلمان الأوروبي، وهذا يعني ربما الحالة تتسع. لكن ردود فعل النقابات الأولية كان شديد الانتقاد أيضا، ورأت الكونفدرالية العامة للعمل بأن ماكرون لم يفهم شيئا عن الغضب الذي يتم التعبير عنه اليوم. الطلاب يخرجون، طلاب المدارس وأيضا الجامعات، وهؤلاء شبههم جاك شيراك بأنهم مثل المعجون الأسنان، إذا ما خرجوا من المستحيل إعادة ذلك إلى مكانه، وهذه قوة فاعلة. الأمر يتعدى النسب التي تضعها وتسميهم فقط مثيري الشغب في حالة حنق كبيرة يتم التعبير عنها، وبرزت اليوم بالنسبة للطلاب. أعتقد
أعتقد سيدتي الكريمة أنه لا يجب أن نحمل الأشياء أكثر ما هي تحمله. الحركة انتهت نوعا ما، وما أقوله أشدد عليه، لأنه كان هناك 80% من الشعب الفرنسي بالشارع بأول نوفمبر، والسبت الماضي كانوا 135 ألف تقريبا في كل فرنسا، وسترين أن في السبت القادم سيكون بعض الآلاف، لا أكثر ولا أقل. لا أحقر بحركة السترات الصفراء وبمطالبات الشعب الفرنسي، فأنا فرنسي وعندي مطالبات ومشارك بالاحتجاجات، ليست هنا المشكلة. المشكلة ماذا نريد أن نفعل من هذه الحركة، وهذه الحركة أصبح لها سيناريو ربيع عربي. تعرفين أن يكفي أن الشعب الفرنسي والنقابات والأحزاب أن تقرر إضراب عام وشامل، وتسقط حكومة ماكرون بعد 3 أو 4 أيام، وينجبر ماكرون أن يغير سياسته من أولها إلى آخرها. لكنهم الذي يفعلونه هو سيناريو ربيع عربي، أغلبية الفرنسيين لا يريدونه، فهم أقلية يأخذون الأغلبية رهينة ليصفون حساباتهم مع ماكرون ويقلبون الطاولة عليه. أنا لست ضد استقالة ماكرون وإعادة انتخابات مبكرة، لكن المشكلة اليوم بالانحطاط السياسي في فرنسا، ليس هناك سياسيا يستطيع أن يعطي مشروع واضح ونزيه ويغير المعادلة التي هي ليست لا بيد ماكرون ولا بيد أنجيلا ميركل، هي بيد بروكسل، وهي بيد أكبر من بروكسل، يعني ما هو القوى العظمى. هو جيد سيد أنطوان أنك قلت بأن الفرنسيين لا يريدون الربيع العربي بواقعية. رغم أنه كان في دعم، يعني أنه الفرنسيون لا يريدون الربيع العربي، رغم أنه يعني أبرز قادة الدول أوروبا دعمت، يعني من ضمن فرنسا، فكرة الربيع العربي من البداية حتى الآن يعني بسوريا. ولكن الآن الحالة الترشح للبرلمان الأوروبي، إلى أي حد ربما الأمر يتسع بالفعل، لأن هناك رفض للسياسات التي الاقتصادية التي ألزمت فيها دول الاتحاد الأوروبي، قد يتسع الأمر انطلاقا لمحاولة كسر ذلك بشكل سريع لو سمح. ماذا السؤال الذي أطرحه، ماذا سيغيرون على المعادلة إن ترشحوا إلى الانتخابات الأوروبية؟ يعني هذا شيء أنا لا أفهمه. ماذا سيغيرون على المعادلة وعلى المعيشة وعلى سياسة ماكرون الضريبية وعلى عدم العدالة الاجتماعية في فرنسا؟ فهذا نوعا، أعتذر منك سيدتي، فهذا نوعا من الهرطقات. فهم يريدون المشاركة بالعملية السياسية، وسترين عندما يزكون السلطة سيصبحون كماكرون وأتباع ماكرون، ولا يردون على الشعب ولا يعتلون همه، وهذه هي المشكلة هنا. المشكلة هي على السلطة، لكن الحراك بدأ، وهو احتجاجات الفرنسيين هي على طلبات نزيهة، فهناك قلق من الحالة الاقتصادية ومن الحالة الأمنية، والشعب الفرنسي محق. أما هذه الأقلية فهي ليست محقة، وهي تأخذنا على مكان لا نريد الذهاب إليه. ربما تحديد إذا كانت أقلية أو لا، أيضا استطلاعات الرأي التي تعطي شعبية أم لا لهذا الجمهور، لأنه حتى السبت الماضي كان في شعبية يعني وفق استطلاعات الرأي لسترات الصفر. سننتظر استطلاعات الرأي الجديدة، وإلى حين ذلك أشكرك جزيل الشكر سيد أنطوان شاربانتييه، الباحث في شؤون الفرنسية، وكنت معنا عبر الإنترنت من باريس. بهذا نصل إلى ختام المسائية، نذكركم بعناوينها. مستيريا عسكرية وأمنية إسرائيلية في الضفة الغربية بعد عملية عوفرة، اجتياحات لبلدات وقرى، وانتهاك لحرمة قبة الصخرة، وترويج عبر المستوطنين لقتل الرئيس عباس. حان الوقت أن نأتي إلى مصالحة جدية وحقيقية من أجل لجم هذا العدوان. فتح تدعو حماس إلى المصالحة من دون شروط لمواجهة مخططات إسرائيل، وحماس تدعو إلى خطوات إيجابية تجاه غزة، وتؤكد أن العدو واحد ويستهدفهما. الطلاب الفرنسيون في الشوارع، والسترات الصفر تدعو إلى تحركات كبيرة السبت المقبل، رفضا لسياسات ماكرون ولمحاولة احتواء الاحتجاجات على سياساته المالية. دائما المزيد من الأخبار والتقارير إضافة إلى مواكبة البث الحي للميادين، تفضلوا بزيارة موقعنا على الإنترنت الميادين.net، إضافة إلى موقعنا باللغات الإسبانية وصفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.